بدي منك 5000. 5000 شو؟ ليرة. 5000 ليرة؟ لا شو من غير شهر؟ بدي اشتري لريما ورتين بمناسبة الفالنتين. ايه بس بعد بكير حبيبي، بعد 3 ايام عيد فالنتين. بعرف يا فادي، بس انا اليوم بدي اشتريهم. ولا شو بدك تشتريهم من اليوم حبيبي؟ بدي فرزهم. شو هو اللي بدك تفرزهم؟ الورتين. الورتين بدك تفرزهم؟ لا لا يضاينوا ويضلوا طازة لنهار الفالنتين. وشو بدك بكل هاللبك يا حبيبي؟ بدك تقعد تفرز هلا الورد من هلا لعيد الفالنتين؟ بس اجي العيد روح انقبر اشتريهم طازة. شو بدك تخرب لي بيتي انت؟ بتعرف قديش بيصير حق الوردي نهار الفالنتين؟ ايه اقل وردي، اقل وردي 15000 ليرة. ايه انا هلا ب 5000 ليرة بشتري وردتين وبفرزهم، ما بخلي حدا يضحك علي. بدك تجنني؟ بدك تروح لي عقلتي؟ قوم فيلم من هون، قوم فيلم من هون، ولك قوم انا اعصابي على قدي، قوم يا وجيه فيلم من هون.